شو شفت ليش؟ هو عم يقول انك لسه عم تروحي تتقابلي مع سمير، وامي مصدقته وعم تقول انه هاد بنفس اليوم اللي رحتي على اساس بدك تزوري رفيقتك وقتها. يعني لهيك كنت عم تتجاهلني وما عم ترد على تليفوناتي ولا على رسائلي حتى؟ كنت بس اسألني بدر وأنا كنت حكيت لك كل شي. طيب قليلي جيتي، شو هي الحقيقة؟ لا يا بدر، ما حذرت هالمرة. أنت عم تحكي باسم أمك ورانيا وجامشيد. لو سألت قبل كنت عرفت إنه هاد أنت اللي عم تسأل مو أهلك، بس أنت واقف معهم ومكذبني. جيتي، أنت بتعرفي أني بوثق فيكي كتير. لكن ليش جاية وعم تسألني هلأ بدر؟